وهكاك داود يال ان واحد راح يعطي شي العثمان يوتيوب على شي العثمان يعني اللي قال صحتها ان السفر كان انا ما كذا عم بيه الحين مجرد انكره يا عاصمة دلك تركيا وحان كسي جدنا ان قبل كان كري دلك تركيا ان قبل كان وحان وصل عندنا حدو يا برهال كان قضاء ان لبس ساعي لا لبس ساعي وبر وحون وقوي بري ان مجرد انكره يا عاصمة دلك تركيا وكحيا بقولي أفرتن كيلومتر ان حتى اسمه دلك تاني تايم ان جدد أبوين ان سفر كان وسفر دعوة أو أي نبوه هليان علوم الدين الصوماليات سفر كان وحقا من قابل السكالة أردادة خير جبوتي بودهان دالك توكيغا وحانا مال قرينة يا عم اسبونسر قرينة يا عم وان قعانتكو هاي سفاردة جمهورية دا جبوتي دالك توكيغا ان سفر كوا سفر دعوة وحانا ان قعانتكو هاي سيدو كولي او وضع عم بقيبكا ان علوم الدين كنور الإسلام او اه ان علوم الدين الصوماليات او اهدمها دعوة دا احل سارن ان وحاق قيب كاسي دو كلا ان شيخ محمد شيخ عمر درير او اساق دالكان تركيغا ان كسوغ ناتل بات كلا سودا في اسلام كان معانتي شلا هيد كلان لقاتي ان شعبك الصوماليات ان ومد الصوماليات ان دالكان تركيغا كنول ان جنكرا ان كو جهانا علم الدين ايان الله سعودا سفيركا سفاردا جمهورية دا جبوتي ايان سي دو كلا سفر كان قيب كا ان جنكري ومغالير وتاريخي هو كنت على قبل كجنكري وقويقة برتمها دالك تركيغا ان قياستي سداد بقل ومتل ayuu heer keda in badda ka sameeyay wiil waxaan socotaan vloggii aanu ka sameeyay safar keenay jankari ee haddana gaariga waxaan ugu soo biiray gudoomiyaha ee dalada Nurul Islam oo ay isagu ee daladan imika ee hoggaaminaya sabab qaybta ka ah ee barnaamijkeena daacwada Sheikh Abdullahi Hanbali ee bal sheekh soo dhawow hadii aad noo faahfaahisaa ee safar keenay maanta waxa uu daahran yahay waxa idin ku dhaliyay in aad u safartaan gobolkaasi aad la soo kulataan ardada reer Jabuuti iyo guud ahaan ee dalada iyo arrimaha daacwada noo faafaa insha Allah aad baad u mahadsantahay Cabdul Jaliil iyo waftiga xiladan ee Saudaba dawadayaasha waad salaamayna Nurul Islam وبرنامج عن هندسني قد أقوي أن علماء كتاب قاتن قدام الصومالي دي أي كسوة بدأت ودن كان تركيا كارهان أرضي الصومالية دو بدن لكن أي ودن كان قبل لك الدوان إيو دقموين كالدوان اللقي تدك الصومالي دون الضد مارتي إسلام نول أو بلشاء أو أن كلمار من وحشاقة إيو هو تسالين تا إيو دعوة دا يا أمة النبي محمد أمة الدعوة إنه كملنا سوينا هذين الصومالين نهينا يدنا ضدك وحشاقة كنا بيننا وشو ينقص كنا الآن كرم مني ودقة كان وراء إسكريمية دقة مارتي بدو إسكا مركا أرضي داس إنا نقدم التقنو بوس كي وارد كان أقول له أنت يا ود يدا ما شاء الله وحي أنه تري كرنا أن ترنو أيانو إسلاق هذا الني النجا أو ما أعرف إذا هذا تشوفه يدد مقبة ما أنتنا مجال هذا سيا موسى عنا ولا الله هي مشهد دكما رأينا شو سلامنا وشيد هذا نور الإسلامنا وسيداس وما حسنت هاي إن السفر كان وحتى ليا إن أنا وهن سفر كي يدي كوزي طبعا كنا كنت أنا سفر كي يدي كود دميم سواء دوت دوت هن دعوة دانا تقولي سان قبل هذا كان دوان ترى كان تركيا أي سومالي دكنولي لا تخاف سومالي كوا دكنولي ما يا وانود دونا إن شاء الله إلى أن كدي من إنه وانود إن سفر كي جو ري وحن نقبل حنا توكات وحن تقلنا قبل كوتاهيا وحدا وحن نصعنا مقالة هذا نصعنا من قندونا وحن تجدنا مال كستة أو أرضيد الصوماليات أي شغل إن شاء الله تبارك وتعالى وما حسنت وحيا بقى ديرة ساري دونتان عاد كلها دونتان أرضيد يبلشده عاد قبل ذو قلتك تان محاكم إذا وعي جلين وسؤال القيمة بدر وعي جلين هي إن أنا أشياء نقولي آخرية الدوم بدنوا أنا جو سياسيين منهن أنا جو منهن كان عسته أما برامج هذا كان عسوا ما صعنا أذان هاي حتى أما ضدنا كم إذا يهين وتشدد يدو حاوي هل شعار بانو لنا هاي ونور الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هي أرضي ذا سي إن أن بوسكي والدين تود إكسو تجين إهلو تود إكسو تجين إن أن بوسكو دي فوق الله أن نجا أو أه هذه الرضوض أبتيال كود يا صاحب الرضوض إن شاء الله وحاو
ama hadda durba nasoo gaaray oo safarkan uu helay Sheikh Abdulxa oo ka mid ah culimadii Soomaaliyeed ee magaalada Ankara. Sheikh, bal safarkeena maanta iyo halkuu ku wajahan yahay iyo ujeedadii wax uu dahran yahay hadii aad nala wadaagto fadlan. بسم الله وما بعد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انطلاقا من هذه الآية أنه آيدا كدو لأنه أمرك إلهنا أمري هي حديث كنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية هل آينا الله كدية أمد جارسية هي من باب إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تأيقا ولا لا وإيمان كسلام كوالا لو بدرت أنه إتاسو آيدا كدو لأنه ما ترحنك أنساني jaliyad aadi aad noogu mugweyn qalbiga iyaga ku weyn oo walaalaheen jaliyadina Djibouti qarahan dhalinyarada iyo daayarta jaamacada Jankeri ka dhigata jaamacada ee dalkoodi wax u baranaya inaannu soo salaano inaannu soo ziyaarano inaannu soo barano wajiyadooda qurquruxda badan wixii aan isweydaarsan karo ila isweydaarsano waxaana qaafilada hoggaaminaya saadaatu safiir aadam oo ah safiirka u fadhiya سفارات جيبوتي عاصمة دلكن تركيا وحكى لو أصلنا وجابينا إلى صعدة شيخ محمد عمر درير علام كاس علم إلهي سبحانه وتعالى هي مشايخ كلو أنت كبدا أيانا لصعدة ضلني أنا أرك إسام أنا لصعدة ولي بس مسوب محسبين وهذا أرورس كبير لوجرة سؤال شمر كدلي وديسي وحويا وزيارة أخوية وزيارة ولا علماء وزيارة دعوة وزيارة ديمت يا ولا علماء أنت هذا ما صدق شيخ وأنا كلام هذا علمنا okay waxa hagaag daawada la wadal xaad iyo ayuu mahasin yahay waxa uu ku hadlay afka culimada maanta nala socod samakan Dr. Cabdi Aziz ayaa sidoo kale ku hadli doona afka culimada oo isna nagu heli Dr. bal soo dhawo samakan waxa uu daaran yahay iyo qabanqaabadiisa goorta aad bilowdeen hadii aad laba daqiiqo nagu soo qabto insha Allah waxa mahasanta Cabdi Jaliil adiga iyo daawadayaasha oo salaamaya safarkani waxaan oran karaa waa safarkii daawadeena saddexaad فهذا إنه مركز تبع كسوح وميلاني مركز كوالي حكو بلونا مجالة التوكات عارفين نور الإسلام سفر كل بعد وكو حال مجالة مجالة كوتايا وطيب كمدع علماء التقين كانوا كيسة دحاد لما قيبود بمركز سبوتري مجالة عنكرة وشري سيد الميدين الشيخ محمد شعب مدره ومرتوها يو هاي مانتو او مجالة سكرة بسعونه محمد شعب عمر درب إن الله سعده أوركا أرضي لجيبوتي إن الله سعده مسلمين تودي سفيركي سقنا إن الله سعده يا علماء دي كلا نور الإسلام مركا واحد بلا يعي سفر ولا يسن يا دعوة ولا يسن سعده سفرك وخالد دهنا يا صلاة بشيء إن عنكرة إن ترى بحكة سعنا والله تذكر هو مجالي يروح روح مثلا هو مجال الدو لو سعده يحب نوتشته إن شاء الله تعالى ويجدونا سفر كم ممتع حدنا وحن أجد دونا إنه نلاها لقدوميها أرضاد الرير جبوتي قبل كاسي دكتور عوالي دكتور ماني وناكسن بل هدي أدنو فافاهي تساحب سفر كير ماني وناكسن سفر كان يقولوا كمين يهاي بروغرامية بدن ورق أرضاد الرير جبوتي تركي نمان في كالقبطو سينا ودوكسون هاي أرضاد الرير جبوتي مقالة كستيجوك تورو بيسكالي رهي ويسكو تلوينيهين أنا قولنا مركها أورو سرايتنا وحي أن لا قبنا كنا أورو كوداس أن لا قبنا وعدي جلين يو حد برامج ديني دي برامج تعليم يا سيدنا دلكو بقولنا قلنا هايين مركا يوح برشيد ضد ما يستان برنامج ده قبنا جدنا برنامج كم ده أبويا هاي برنامج كان مانتا أسوع عزوني شيخ محمد عمر درير يو شيخ أبو طلحة يو وفدي جودة بدنا مانتود تاسي أو هرجلين تاسي أي نو ساعدي ونو فريدي سفير ك دلك المجال ده عن كره دلك جيبوتي هذا الحسين عبد الله يسكنه مهاتسين علماء دو مهاتسين تهاي تيم كعلماء دو مهاتسينهين أرضي دونا برنامج كني كيف يدسون دون تارجينا إن شاء الله مهمة أنت لا جاي إذن لي برنامج كان أنا كبرنامج كني أدب نبوي هاي علماء دا يجونا مرت مرتي دا ينويهين هدف كده واحد هو دتك الدين أهانا إلا ديري قليو تعلن أهانا إلا برارجيو ولا بيجي تيم على